عمرك حلمتي تكون وزير السيراميد؟ لم أفكر أبدا في هذا الأمر، وكان آخر شيء أفكر فيه هو أن أتحمل مسؤولية من هذا المستوى. نعم، السيراميد أنت على ما يبدو عصبي بزاف، دغيا كطلع لك ديك القردة للراس، كنشوفوك منفعل، صحيح ولا غير انطباع؟ صحيح وماشي صحيح. صحيح وماشي صحيح. صحيح واحد المعنى. المعنى وهو أن المرء الذي يكون إنسان كما يقولوا يحب شوية المعقول، كيلقى نفسه أنه لما كيشوف المحيط ديالو فيه مشاكل، فيه ممارسات غير معقولة، لابد ما يتقلق، لابد ما ينفعل. وغير صحيح لأنه كينطلقوا الناس من بعض الوقائع باش يجعلوا هذيك الوقائع يعني هي الأساس الذي يعممون عليه الحكم الذي يقيمون به الشخص، وهذا لهذا سيكون هذا الحكم صحيحا. ربما أنت أول وزير في تاريخ المغرب يبكي في البرلمان. لا سبقني غيري. سبق بك شي حد، ولكن الرميد يبكي، واحد الصورة سوريالية شوية. ما الذي أبكاك يا سي الرميد؟ أبكاني حال بلادي. وبالتحديد؟ بالتحديد كنت أتحدث في البرلمان عن المشاكل التي يوجد على المغرب، يعني كيف كنت أتحدث عن الإضرابات اللي في كتابة الضبط، الناس يضربون ويريدون أنهم يتقاضوا أجور على عمل لم يعملوه، وبالتالي الخسارة خسارات، خسارة العدالة وخسارة المال العام. كنشوف أن شباب عاد كيعتصم بشكل مزمن أمام البرلمان، وهذا الاعتصام ديالو باغي يكون هو الشهادة العليا التي تؤهله للولوج للوظيفة العمومية بعد أن حصل على شهادة جامعية، ولكن شهادة جامعية يبدو أنها لا تكفي. أبكي على أنه في هذه الساعة تبين بأن أغلبية المقاولات لا تؤدي الضريبة. إلى حصيتي مظاهر الخلل في بلادنا، غتلقى أننا قوم يريدون حقوق بدون أداء واجبات. حقوق بدون أداء واجبات، وهذا شيء مؤلم جدا، ولا يمكن أن نتصور أننا إذا كنا شعب يريد حقوق بدون واجبات أننا غادي يمكن نتقدمه، أو يمكن أننا يكون لنا صوت مسموع وسط هذا العالم الذي لا يرحم هذا النوع من الممارسات ولا أصحاب هذه الممارسات.